أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي المحاضرة رقم 18 في الكاردي فاسكولار سيستم، وهي تختص بالبلمونري سيركوليشن. وبيسعدني أن أنا أبتدي بفقرة من المعلومات العامة هامة جدا بالنسبة لي شخصيا، فانه بينما مكتشف الدورة الكبرى اللي هو السيستميك سيركوليشن كان هو العالم الانجليزي ويليام هارفري، فسيظل التاريخ يذكر ان مكتشف البلمونري سيركوليشن هو العالم العربي ابن نفيس والمعروف بالقرش. وهذا العالم كان طبيب وولد في دمشق وتوفاه الله في مصرنا، حيث كان رئيسا لأطباء مصر، ويعتبر أعظم الفسيولوجيين في عصره ابن النفيس، وهو مكتشف البلمونري سيركوليشن اللي هي موضوعنا لهذا اليوم المحاضرة، ودي حاجة بعتز بها جدا. فنتوكل على الله ونبتدئ. كعادتنا هنبتدئ بال Anatomical consideration. فإحنا في Anatomical consideration بنقول إنه pulmonary circulation أو lungs بتتغذى بنوعين من الأوعية الدموية. يوجد نوعان من الأوعية الدموية بيغذوا الرئة. النوع الأول هو اللي أنت متوقعه، إن الرئة دي بتعمل oxygenation blood، فبيجي لها الـ reduced blood من الـ right ventricle عبر الـ pulmonary artery arterioles capillaries to be oxygenated اهو، وده اللي هو حتى انا رسمه باللون الازرق. هنا يوجد نوعان من الاوعيه الدمويه، في الـ alveolar vessels اهي حوالين الـ alveoli، وبعدين في نفس الوقت عندنا الـ extra alveolar vessels، ودي بتبقى على فكرة parallel للبرونكيال تري. يبقى في alveolar vessels وفي extra alveolar vessels. حتى بيتساءل بعض ليه في أوعية موازية للبرونكيال تري. لا تنسى ان البرونكيال تري فيها alveoli، كانت موجودة شفناها في الريسبيراتوري برونكيولز وفي الالفولار داكتس، شفنا الكلام ده. فأول نوع من الأوعية اللي هو الـ alveolar vessels والـ extra alveolar vessels بينتمي للـ pulmonary circulation، بينتمي للـ right ventricle ويحمل reduced blood. هنا في نقطة مهمة جدا في الـ MSQ، إن the only organ في كل الجسم اللي بيتلقى the whole cardiac output، افتح ودانك، هو الـ lungs. مفيش organ تاني، يعني احنا خدنا الـ heart بياخد 5% من الـ cardiac output، انما مين الاورجان الوحيد في الجسم اللي بياخد كل الكاردياك اوتبوت بتاع الرايت فينتريكل كله رايح ليه؟ اللانجز. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. النوع الثاني من الاوعيه الدمويه، ما تنساش ان اللانج تيشوز والبرونكيال تري محتاجه لذاتها بلاد يغذيها فور نورشمنت وعشان تشتغل. هذا النوع من الاوعيه الدمويه بنسميه البرونكيال ارتريز، وهو جاي بقى هنا من السيستميك سيركوليشن من الليفت فنتكل. حتى انا بستخدم الالوان، شايف هو جايب اوكسجينيتد بلاد بهذه الصوره، وعليه يوجد نوعان من الاوعيه الدمويه، نوع بينتمي للبلمونري سيركوليشن او الرايت فنتكل اللي هو الالفر اكسترا الفر فيسلز وفي ريديوسد بلاد تو بي اوكسجينيتد، وده النوع الاساسي عندنا دلوقتي. ونوع تاني اللي هو البرونكيال ارتريز بينتمي للليفت فينتكل والسيستميك سيركوليشن، جايب اوكسجينيتد بلاد يدي اوكسجين ونيوترينز لنفس البرونكيال تري والرئه. هنا في نقطه مهمه جدا برضو في الام اس كيو، ان بعد ما النوع ده الثاني بيغذي البرونكيال تري واللانج تيشوز بالاوكسجينيتد بلاد، ريديوس بلاد بتاعه كان مفروض انت متوقع يرجع فين؟ واحد قال لي المفروض ريديوس نرجعه للرايت اتريوم ومنها للرايت فينتكل والبلمونري سيركوليشن تو بي اوكسجينيتد. الحقيقه جزء كبير من هذا البلاد ما بيرجعش بالطريقه دي، انما بيروح للبلمونري فينز ويروح دايركتلي على الليفت اتريوم، يعني كاني بحط على الاوكسجينيتد بلاد
شويه ريديوس دي بلاد، وبنسمي ده فيسيولوجيك شانت. السؤال ايه بيعمل ايه الفيسيولوجيك شانت ده؟ بيفسر لنا حاجه مهمه جدا، انه البريشر اوف اكسجين في الارتيريال بلاد اقل قليلا من البريشر اوف اكسجين في الالفيولاي، برغم ان الارتيريال بلاد ساب الالفيولاي وهو اكوليبريتد مع الالفيولار اير. يعني مفروض ان البريشر اوف اكسجين في الارتيريال بلاد، كلمه قلت لك اكوليبريتد جايه من كلمه ايكوال، مفروض يبقى مساوي تماما للبريشر اوف اكسجين في الالفيولاي، لكن بسبب ان احنا السام اوف ذا ريديوسد بلاد اللي جاي من البرونكال تري واللانج تيشو اللي هو ريديوسد اضفناه على الاكسجينيتد بلاد، عمل نقص طفيف في نسبه البريشر اوف اكسجين في الارتيريال بلاد عنه في الالفيولار اير. يعني بنلاقي البريشر في البريشر اوف اكسجين في الارتيريال بلاد اقل قليلا من البريشر اوف اكسجين في الالفيولاي بمقدار 2 مليمتر ميركوري، 2 مليمتر ميركوري. التفسير ادي احد التفسيرات الفيسيولوجيكال شانت اللي بيحصل، ان بعد ما غذينا البرونكال تري واللانجز بال ارتيريال بلاد وخدنا ريدوس بلاد، بدل ما نوديه للرايت اتريم عشان يبقى اكسجينيتد حطيناه دايركتلي، استسهلنا وحطيناه على الارتيريال بلاد. حتى واحد يقول لي هو ليه استسهلنا؟ انا عاوزك تفكر، يعني كميه دم قليله جدا هي الريدوس اللي جايه من انسجه الرئه، بدل ما نعمل لها سيركوليشن خاص بيها ارتريز وكابيلاريز وفينز ونتعب روحنا عشان نوديها للرايت سايد تو بي اكسجينيتد، بمنطق لو اضفنا قطره ريدوسد بلاد على بحر من اكسجينيتد بلاد، ماذا ستصنع هذه القطره في هذا البحر؟ قطره من ريدوسد بلاد هنضيفها على بحر من اكسجينيتد بلاد، عوضا عن نتعب ونعمل سيركوليشن جديده عشان ناخد شويه بلاد صغيرين نوديهم للرايت اتريوم حتو بي اكسجينيتد. المهم ده بيسموه فيسيولوجيكال شانت، وده سؤال ام اس كيو بيفسر هذا الفيسيولوجيكال شانت، السبب في عدم التساوي التام ما بين البريشر اوف اكسجين في الارتيريال بلاد والبريشر اوف اكسجين في الالفيولار بلاد، رغم ان حصل ايكوليبريشن ما بينهم في في اللنج، وكلمه ايكوليبريشن من ايكوال يعني كان المفروض يبقوا متساويين، لكن هو يقل 2 مليمترز ميركوري. فدول سؤالين في الام اس كيو مهم جدا. الاورجان الوحيد اللي بياخد الهول كاردياك اوت بتاع اللنج، وتاني حاجه الفيسيولوجيكال شانت بيفسر الاختلاف ما بين البريشر اوف اكسجين في الارتيريال بلاد عنه في الالفيولار بير، برغم ان حصل ايكوليبريشن. نستأنف نيجي البلمونري ارتري. سبحان الله، ربنا لا يهدر شيء ابدا. البريشر في البلمونري ارتري اقل سدس البريشر في الاورطه، يعني معرض لبريشر بمقدار السدس. وحتى اذا حبيت اذكرك بالارقام اللي قلناها في محاضرات السيركيشن السابقه، كان متوسط الاورتيك بريشر، متوسط ما بقولش ستوليك ودايستوليك، كان 90 مليمتر ميركوري، بينما متوسط البريشر في البلمونري ارتري كان 15 مليمتر ميركوري. 90 الى 15 تبقى 6 ل 1، يبقى البريشر في البلمونري ارتري سدس البريشر في الاورطه، يبقى مش محتاجين انه يبقى الوول بتاعه بنفس القوه ونفس الثيكنس. عشان كده البلمونري ارتري 30% as thick as the wall of the aorta، أو في الام اس كيو تجي لك 30% هي تقريبا تلت الثيكنس اوف اورطا، يا 30% من الثيكنس اوف اورطا يا تلت الثيكنس. ده سؤال ثالث في الام اس كيو. طب نيجي للبلمونري ارتريول، سؤال رابع. بتحتوي ليتل ماسلز ان ذا وولز. طب ليه؟ لان احنا كنا خدنا في سيستميك سيركوليشن ان الريزيستنس اساسا مين الريزيستنت فيسلز؟ ارتريولز. في السيستميك سيركوليشن الريزيستنت فيسلز هم الارتريولز. هنا الريزيستنت فيسل في البلمونري سيركوليشن ما هيش الارتريولز زي ما هنشوف، عشان كده الارتريولز فيها ليتل ماسلز. ده كان السؤال الرابع. طب نيجي بقى البلمونري كابيلرز، السؤال الخامس. بتتميز ايه مقارنه بالستيميك كابيلرز؟ انها لارج وفيها مالتيبل انستوموزس، لدرجه ان بيقولوا ان كل الفيولس سيتس قاعده على كابيلري باسكت، على سله من الكابيلري، وهي واضحه في الرسم، عشان يبقى التبادل ضخم والاكوليبريشن سهل ما بين الدم وما بين الاوكشن او ما بين الاير اللي في الالفيولاي. يبقى البلمونري كابيلرز لارجر ذان الستيميك كابيلرز وفيها مالتيبل انستموزس. طيب
نيجي بعد كده بعد ما اتكلمنا على النوعين من الفيسلز وشويه معلومات على الارتيور اترولز كابيلرز. النقطه الثالثه الفوليوم اوف بلاد في البالمونري سيركيليشن 1 لتر، يعني 20% من البلاد فوليوم. البلاد فوليوم 5 لتر، لتر من الخمسه 20% موجود في البالمونري سيركيليشن. ده سؤال ام اس كيو، عشان كده بنعتبر البالمونري سيركيليشن هي السكند بلاد ريزرفوار، تاني مخزن للدم. واحد يقول لي مين الفيرست؟ نراجع اللي فات، كان الفينز. 60% من الفوليوم اوف بلاد موجود في الفينز، السيستميك فينز، يبقى ده الفيرست بلاد ريزرفوار. مين السكند بلاد ريزرفوار؟ سؤال ام اس كيو البالمونري سيركيليشن. طيب من الواحد لتر ده في قد ايه بقى في الحته المهمه في الكابيلرز هو بيعمل اكشينج؟ عشرهم بس 0.1 اوفر لتر او 100 ملي لتر بس موجوده في الكابيلرز. نيجي للنقطه اللي بعد كده. دلوقتي انت عشان يحصل الكوليبريشن ما بين الالفيولار اير والبلاد اللي موجود حوالين الالفيولاي، الزمن اللي محتاجينه قد ايه فور ذيس الكوليبريشن عشان يبقوا البريشر اوف اوكسجين والكربون دايكسايد بالظبط زي بعض؟ من رائع الخلق والخالق ان التايم اوف الكوليبريشن، الكابيلاري الكوليبريشن بتوين بلاد اند الالفيولاي تيكس، بياخد، تامل في الرقم، 100 ثانيه، ربع ثانية، 0.25 of a second. شوف الروعة. طيب طب السؤال دلوقتي بقى، طب الريد سيل traverses البالمونري كابيلرز، بتعدي البالمونري كابيلرز في قد ايه؟ كرة الدم الحمراء بتعدي البالمونري كابيلري في قد ايه؟ في 3/4 ثانية. يعني هي عشان تتعادل عاوز ربع ثانية. طب ايه بقى بتقعد في الكابيلاري ده 3/4 ثانية، يبقى 3 أضعاف الوقت اللي محتاجينه. تملي، انا بقول الارقام لا تكذب، وكما ان الحقائق تؤكد انه وراء الخلق خالق، الارقام تؤكد انه وراء الخلق خالق، وفي نظره خاصه جدا لعبد الله. تامل معايا الارقام دي، ليه ربنا سبحان الله خلى زمن الاكوليبريشن ربع ثانيه؟ بصيني من فضلك، بينما هي بتقضي 3/4 ثانية. الكلام ده ديورينج ريست، هي بتقضي 3/4 ثانية في البالمونري، بالترافيرس البالمونري كابيلاري في 3/4 ثانية، بينما الاكوليبريشن محتاج ربع. لان انا لو عملت اكسرسايز الهارت ريت هيزيد. شوف الروعه وتاملها معايا وفي تامل خاص لعبد الله. الهارت ريت في الانسان اقصى حاجه انه يزيد 3 مرات، يعني مثلا من 70 ل 210 نورمال هارت ريت دورينج ريست حوالي 70، يزيد 3 مرات يبقى 210. اقول لك حاجه على فكره، 210 ده في الاطفال بس، معلومه برضو في الام اس كيو. الهارت ريت بيطلع فوق 200 في الاطفال، في الادلت عمره ما يوصل 200. المهم خلينا في الاطفال 3 مرات. يبقى لما الهارت ريت سرعته تزيد 3 مرات، لما انت سرعتك تزيد 3 أضعاف، يبقى هتعمل نفس المسافه في طولت الزمن. لما تزود السرعه 3 مرات يبقى الزمن اللي هتستغرقه الطول. يبقى لما الهارت ريت اقصى حاجه يزيد 3 مرات، يبقى الار بي سيز هتستغرق طولت الزمن اللي كانت بتستغرقه اللي ماشيه بسرعه، طولت ال 3/4 ثانيه، ايه ربع ثانيه، اللي هو الزمن اللازم للايكوليبريشن. بعد تامل، ايه الزبطه دي؟ ايه الروعه دي؟ مترتبه بالظبط بالملي. هل ده يبقى عشوائيات؟ طبيعة تدل على أنه وراء الخلق قوة عاقلة قادرة ومقدرة. تاني، وأنا قاعد دورينج ريست زمن الإكوليبريشن ربع ثانية، بينما دورينج ريست الار بي سيز بتعبر الكابيلاري في 3/4 ثانية وهي محتاجة ربع ثانية بس. ليه كده؟ لأن ممكن الهارت ريت يزيد في الإنسان مش أكتر أبدا من 3 مرات. لما السرعة تزيد 3 مرات يبقى الوقت هينقص للتولت، اما تمشي ب3 أضعاف السرعه هتستغرق طولت الوقت. حسبه سمبل ماث، حسبه بسيطه جدا. فاذا بدل ما هقضي 3/4 ثانيه هقضي ربع ثانيه، ستيل اللي هو الزمن الكافي فور كومبليت ايكوليبريشن وهو ربع ثانيه. الارقام تتحدث عن انه وراء الخلق خالق، حتى الارقام بتنطق. انا كل ما بشرح فيسيولوجي ما بحسش ان انا بشرح فيسيولوجي، بحس ان انا بتامل في انه وراء الخلق خالق.
طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده، ايه الافكت اوف جرافيتي على اللانجز؟ تعال نبص مع بعض دلوقتي منطقة الابيكس اوف ذا لانج دي، في اسئلة مهمة جدا. تخيل ادي التشست وول اهو وادي اللانج، بتأثير الجرافيتي اللانجز هتسقط كده لتحت، يبقى هتبعد عن التشست وول، فلما تو سيرفس يبعدوا عن بعض ده يكريت مور نيجاتيف بريشر، يبقى الانترافلورال بريشر مور نيجاتيف. سؤال ام اس كيو خدناه في الريسبريشن عند الابيكس اوف ذا لانج، ليه؟ بتاثير الجرافيتي، الجرافيتي بتسقط اللانج كده بتبعدها عن التشست وول، قلنا اي تو سيرفس يقربوا من بعض يقربوا يعملوا بوزيتيف بريشر، يبعدوا يعملوا نيجاتيف بريشر، فلما تبعد يبقى البريشر هنا مور نيجاتيف. عشان كده الالفيولاي عند الابيكس سؤال ام اس كيو بتبقى لارجر اكبر، لان حواليها نيجاتيف بريشر تبقى اوسع ولكنها less ventilated. في شخص غير ذكي مش فاهم ازاي هي اوسع وليس ventilated، هفهمها لك. الفنتيليشن اللي هو التهويه ده يحتاج انها تتحرك، هواء يدخل هواء يخرج، كون حواليها مور نيجاتيف بريشر يبقى مشدوده قوي، حركتها صعبه، واسعه بس ما بتتحركش، الحركه بركه هي اللي بتعمل ventilation. وبدي مثال طفولي، ممكن يبقى في حجرة واسعة لكن هذا لا يمنع انها سيئة التهوية، لان ما فيش حركة هواء، الشبابيك مش مفتحة، يبقى الاتساع لا يتعارض مع سوء التهوية، ما تتلخبطهمش. وجود النيجاتيف بريشر خلى الالفيولاي واسعة لكن مش عارفة تتحرك، الحركة هي اللي بتعمل ده، هواء داخل هواء خارج تهوية. This is في الام اس كيو الالفيولاي عند الابيكس اوف ذا لانج لارج صح، لكن بادلي فنتليتد. طب في حاجه تاني، الابيكس مش بس بادلي فنتليتد، وفي نفس الوقت البرفيوجن بتاعه سيء جدا اهو بسبب الجرافيتي، معظم الدم بينزل على البيس ما بيروحش الابيكس، يبقى البرفيوجن قليل جدا. يبقى الابيكس بيتميز الالفيولاي لارج اهو، رسمها لو قارنتها باللي تحت، لارج الفيولاي بادلي فنتليتد اند فيري بادلي برفيوزد، لا بيروح لا فيها تهويه ولا فيها دم كتير. طب يبقى في الحاله دي سؤال مهم جدا في الام اس كيو كنا قلناه مع الريسبريشن، يبقى الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو وضعها ايه في هذه الحاله؟ الفنتيليشن قليل بس البيرفيوجن قليل جدا جدا، يبقى اللي تحت اقل بكتير من اللي فوق، عليه الفي بي ريشيو بيبقى هاي عند الابيكس اوف ذا لانج بيبقى 3 لو كنت فاكر قلناها في الريسبريشن. وعشان اذكرها لك الطلبه، لما بنربط الحقائق بالكلينيكال عمرها ما تنساه. من هي أسوأ جزء في رئتك؟ الإبيكس بتاع الرئة، لأنه بسبب أنه في مور نيجاتيف انترافلور بريشر، واسع الالفيولاي لكن ما بتتحركش، ما فيش حركة هواء، فبادلي فنتليتي. بسبب الجرافيتي مرة تانية اللي بتاخد الدم على تحت، فيري بادلي برفيوز، يعني البرفيوجن أقل. تخيل منطقة لا فيها تهوية ولا فيها دموية، عشان كده دي هي مرتع السل التوبركلوزس. الناس اللي بيجي لها سل اكتر حته بيجي فيها في الرئه السل هو مين؟ الابيكس، لانه المنطقه الاقل تهويه والاقل دمويه، واحنا عارفين الدم ده هو اللي بيحمل كرات الدم البيضاء والانتي بوديز، هو المسؤول عن الاميونيتي. كده مش انا متاكد ولا طالب هينساها. من هي أسوأ جزء في رئتك؟ قمه الرئه الابيكس، less ventilation very badly perfused. وطبعا ان النقص في البرفيوجن اقل من النقص في الفنتيليشن، عشان كده الفنتيليشن برفيوجن ريشيو بقى عالي، لان اللي تحت اصغر فيبقى النسبه العامه تبقى زياده 3. طيب نستعرف ونكمل السؤال المهم في البلمونري سيركوليشن، هو فاكتورز افكتنج بلمونري سيركوليشن. ده سؤال بيجي سؤال نظري مهم جدا، factors affecting pulmonary vascular resistance، اسف مش ventilation، factors affecting pulmonary vascular resistance PVR، pulmonary vascular resistance، هما عشقت مثل عشق النظام. فانا عشان تفتكرها هما 6 عوامل بقسمهم كل 2 كل عاملين مع بعضهما، يبقى 6 كل 2 مع بعض، حب النظام قوي. اول 2 هتعملها لك بالالوان، هناخد اللنج فوليوم مع الفوليوم اوف بلاد ان بلمونري فيسلز، اول حاجه لانج فوليوم
يبقى الفوليوم بتاع الرئه والفوليوم بتاع البلد جوه البلمونري فيس ده بيتحكم بيأثر في البلمونري فاسكولار ريزيستنس. انا فاكر السؤال ده كنت درست الريسبريشن في جامعه راس الامريكيه وجالهم السؤال ده وقلته بهذه الطريقه اللي هقولها بيها، انه احنا عندنا ثلاث اوضاع للرئه في نهايه النورمال اكسبيريشن اللي هو الحاجه الطبيعيه لكلنا، بيبقى حجم الهواء اللي في الرئه اسمه فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، ده الوضع الاكثر شيوعا الوضع القائم. بينما لو عملت ماكسيمم اكسبيريشن يبقى اللي فاضل ريزيديوال فوليوم. طب لو عملت ماكسيمم انسبيريشن يبقى التوتال لانج كاباسيتي. تمام، يبقى عندي هناخد ثلاث اوضاع. الوضع الاكثر شيوعا اللي هو بعد النفس الطبيعي العادي بعد النورمال اكسبيريشن، ايه اللي فاضل؟ فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. بينما وضعين يمثلا الاكستريمز، بعد ريزيديوال فوليوم او توتال لانج كاباسيتي. برضه بقول كل مره بشرح وفي كل صفحه بشرح بتاكد انه وراء الخلق خالق. طبعا من الصالح ان يبقى البلمونري فاسكولار ريزيستنس قليله. ليه الهارت يبذل مجهود ضخم؟ ما هو ريزيستنس يعني الرايت فنتركل هيتعب. تفتكر لما ربنا يعمل انتوا هتجوها بالفه اقل ريزيستنس؟ اختار كده، لو انت لو وراء الخلق خالق تحب اقل ريزيستنس تحصل امتى؟ في الوضع الاكثر شيوعا، في فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي اقل ريزيستنس. انما في الاكستريم ريزيديوال فوليوم او توتال لانج كاباسيتي الريزيستنس بتبقى اعلى. يبقى عارف انا بجاوبها ازاي؟ حتى لما تحس انك كونفيوز في الام اس كيو، ايه الفكره اللي هتساعدك؟ انه وراء الخلق خالق. ده كان السؤال اللي جه فاكر في الام اس كيو عندهم، فاكرها كويس قوي السؤال ده، شرحته وجاه بهذه الطريقه اهي. اقل بالمونري فاسكولار ريزيستنس اهي عند النقطه الطبيعيه اللي هي الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، انما عند الاكستريم لما اعمل ماكسيمم اكسبيريشن واللي فاضل هو ريزيديوال فوليوم ريزيستنس عاليه، لما اخد ماكسيمم انسبيريشن اللي هو التوتال لانج كاباسيتي ريزيستنس عاليه. فربنا خلى ريزيستنس مجهود القلب بيبقى اقل ريزيستنس واقل مجهود للرايت فنتكل عند الطبيعي عند الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. تعال بقى ناخد اكسبلينيشن، هو ليه مع ريزيديوال فوليوم ومع التوتال لانج كاباسيتي الريزيستنس بتزيد؟ على فكره انا هشرحها وانت هتشرحها بلقم قليل، انت عارف النتيجه وهتوضب عليها الشرح. دي اللي باللون الاحمر ده الاكس، ده الالفولار فيسلز اللي باللون الاحمر ده، اللي جنب البرونكيال تري ده الاكسترا الفولار فيسلز، يبقى ده الفولار فيسلز وده اكسترا الفولار فيسلز. طيب بصوا معايا، لما الرئه ما يبقاش فيها غير الريزيديوال فوليوم يبقى الفيسل اللي حواليها الالفولار صغرت خالص، بعدت عن الفيسلز، فده يقلل الريزيستنس بتاعت الالفولار فيسلز. لكن في نفس الوقت لما بعمل فورس اكسبيريشن، بص لي الانترا بلورال بريشر بيكمز ليس نيجاتيف، ده ايفن ممكن يبقى بوزيتيف في الفالزالفا. لما اعمل فورس اكسبيريشن بوزيتيف يبقى هيضغط على الاكسترا الفولار فيسلز اهي مضغوطه ضيقه، فعشان كده بيزود ريزيستن جدا. انا بوضب الشرح على الحقيقه، انا عارف ان في النهايه ريزيستنس هتزيد، فبقول يبقى الزياده في الريزيستن بتاعت الاكسترا الفولار فيسلز اكتر من نقص في الريزيستن بتاعت الالفولار فيسل، عشان كده الريزيستنس بتزيد. اظن انت فهمت هشرح ازاي الثانيه لطالب ذكي. بالعكس لما املى الرئه على الاخر توتال لانج كاباسيتي يبقى الالفيولاي قربت قوي 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 من الكابيلاري، عصرت الكابيلاري، سكويز الكابيلاريز باللحيه بتاعت الالفولار فيسلز، فيبقى الريزيستنس بتاعت الالفولار فيسل هتزيد جدا في التوتال لانج كاباسيتي. بالعكس لما اخد ماكسيمم انسبيريشن يبقى الانتر بلور بريشر بيكمز مور نيجاتيف، مور نيجاتيف. يبقى في الحاله دي لما تبقى مور نيجاتيف يبقى هتوسع يعني حوالين الفيسل فيه نيجاتيف بريشر جامد، فبيوسع الفيسل فبيعمل بيخلي الاكسترا الفولار فيسلز الريزيستنس فيها تقل. وطبعا انت فاهم ان تملي الزياده في الريزيستنس بتتخطى النقص في الريزيستنس في شرح الحالتين.
يبقى انت الطالب ذكي بيوضب، هو فاهم الحقيقه اللي هي ايه الحقيقه، انه وراء الخلق خالق. نقولها تاني، ان اقل ريزيستنس عشان يبقى اقل مجهود للرايت فينتكل، ربنا عاوز يريح الرايت فينتكل في الحاجه الناتشرال اللي هي لما اعمل نورمال اكسبيريشن، اللي يبقى فاضل في الرئه فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. انما التو اكستريمز الطرفين اعمل فورسد ماكسيمم ان اكسبيريشن، اللي باقي هو ريزيدوال فوليوم يزود ريزيستنس. لما اعمل ماكسيمم انسبيريشن اللي في الرئه هو التوتال لان كاباسيتي يزود ريزيستنس. طب ازاي؟ كل واحده من الاثنين بتعمل تاثيرين متعاكسين، بس تملي الزياده انت بتوضب الشرح عليها هتقول اكتر من النقص. فلما اطلع الهواء من الرئه تماما ويبقى ما فاضلش غير ريزيدوال فوليوم، فما فيش ضغط يسكر على الالفولار فيسلز فريزيستنس قل. لكن لما اعمل فورسد اكسبيريشن الانتربلور بريشر بيكمز ليس نيجاتيف بار ايفن، بيبقى بوزيتيف في الفالزالفا، يبقى هيضغط على الاكسترا الفولار فيسلز يزود ريزيستنس جدا، الزياده اكتر من النقص. والعكس في الناحيه الثانيه، ان لما املى الرئه هو التوتال لان كاباسيتي اعمل ماكسيمم انسبيريشن، يبقى هتعمل سكويزنج للالفولار فيسلز هتزود ريزيستنس جدا. بنقى في نفس الوقت لما باخد نفس جامد بيخلي الانتربلور بريشر مور نيجاتيف، يبقى حوالين الاكسترا الفولار فيسلز في نيجاتيف بريشر فهتوسع، فده ينقص الريزيستنس. تملي الزياده في الريزيستنس اكتر من النقص في الريزيستنس، ففي الحالتين الريزيستنس بتزيد. يبقى هذا السؤال الصعب جاوبناه بمنطق ايه؟ انه وراء الخلق خالق. خدنا اللانج فوليومز، ناخد الفوليوم اوف بلاد ان بالمونري فيسلز، برضه شيء رائع من رائع الخلق، ان لو زاد البلاد فلو في الرئه عشان ما يزيدش البالمونري بريشر، لما يزيد البلاد اللي داخل الرئه المفروض البريشر يزيد، فربنا عمل كومبنساتوري ديكريس ان بالمونري فاسكولار ريزيستنس، يعني زادت البلاد فوليوم اوتوماتيكالي بتؤدي الى ريفلكس ديكريس في البالمونري فاسكولار ريزيستنس. ليه؟ تو ليميت، عشان تمنع الزياده في البالمونري بريشر. طب ايه الميكانيزم؟ لما يدخل دم كتير جوه الرئه، هقولها بالبلدي، بنوسع له عشان الضغط ما يعلاش. يعني ايه بنوسع له؟ بنخلي البالمونري فيسل تديستند، يحصل ديستنشن، اتساع، بنوسع له اوف ذا ثين وول بالمونري فيسل. ده مش كده وبس، وبنفتح فيسل ما كانتش فاتحه، ريكروتمنت اوف اوبن كابيلاري. وعارفين كلمه تو ريكروت يعني تعين، توظف، بنوظف اوبن كابيلاري، يبقى اللي موجود بنوسعه، واللي كان مقافل فتحناه، ريكروتمنت اوف اوبن كابيلاريز، فبالتالي البريشر لا يزيد. ايه الروعه دي؟ يبقى حتى تدفق بلاد جامد للرئه لن يؤدي الى زياده في البالمونري بريشر بسبب نقص البالمونري فاسكولار ريزيستنس، بسبب ان احنا بنوسع للدم اللي جاي ده، بنديستند الثين وول بالمونري فيسلز وبنريكروت اوبن كابيلاريز. دول كانوا اول عاملين، واحنا طريقتنا حلوه منظمه عشان تفتكر، لانج فوليوم اند بلاد فوليوم ان بالمونري فيسل، يبقى اتنين فيهم كلمه فوليوم. ناخد ثلاثه واربعه متعلقين ببعض، نقص الالفر بي او 2 وزياده الالفر بي سي او 2، يعني نقص الاكسجين بالبلدي كده وزياده الكربون دايكسيد في الالفيولاي، ده بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن في البالمونري فيسل، بيزود ريزيستنس. ودي نقطه بقى رهيبة في إثبات وجود الخالق. تعال فكر معايا، هو إمتى في الألفيولاي هينقص الأكسجين ويزيد الكربون دايكسايد؟ لو اتقفل البرونكس، لو البرونكس ده اتقفل مفيش أكسجين جاي، الأكسجين هينقص والسي او 2 ما بيتصرفش، البريشر اوف كربون دايكسايد هيزيد. طب بالله عليك، هل في صالح إن الألفيولس ما بيحصل لهاش تهوية اودي لها بلاد؟ هيتبادل مع مين؟ اذا كان هي اساسا ما فيش فيها تهويه، هيروح مع الاعتذار يهب بايه البلاد؟ فشوف الروعه في الخلق، ان ربنا خلى نقص البريشر اوكشن وزياده البريشر في كربون دايكسايد اللي يعني انسداد البرونكس، يعمل فازو كونستريكشن في الفيسل المناظر، بحيث شوف الروعه بقى اللي جايه، ان البلاد يبقى شيفتد ما يجيش هنا، ويبقى شيفتد يروح تو ذا ويل فنتليتد الفيولاي، يروح للويل فنتليتد الفيولاي. ايه ده؟ يعني الاشياء بتحدث لتحقق الصالح. وزي ما بقول لك، انت هتعرف الاجابه الصحيحه من وان ستيتمنت، انه وراء الخلق خالق. قال البي او 2
في الالفيولس وزاد البي البي سي او 2 معناها ان الالفيولس مش جاي لها هواء، يبقى ما فيش داعي اتقفل لها البرونكس، ما فيش داعي اجيب لها دم، فربنا خلى ده يعمل فازو كونستريكشن بلاد، يبقى شيفت تو ذا فنتريك الالفيولاي. انا عندي تامل عميق جدا هنا، عميق جدا، انه اللي عنده ذاكره نقص البريشر اوف اوكسجين وزياده البريشر اوف كاربون دايوكسيد لسه واخدينها في الكورونري والسيربر سيركوليشن، بالعكس كان بيعمل فازو دايليتيشن، يبقى في السيستميك سيركوليشن بيحصل فازو دايليتيشن، في البالمونري بيحصل فازو كونستريكشن. انظر الى تاملي من فضلك، وهو تامل رهيب رهيب، من اكثر الحاجات اللي تثبت انه راء الخالق خالق، ان الفيسل هو الفيسل سيستميك، بالمونري هو فيسل، والمؤثر هو المؤثر، نقص الاكسجين وزياده سي او 2، بس التاثير مختلف، في السيستميك يعمل دايليتيشن وفي البالمونري يعمل كونستريكشن، تبعا لايه؟ للصالح، للصالح، لان ربنا بيعمل ما هو في صالحنا، سخر كل شيء لصالحنا. دي من الحاجات اللي بتذهلني، الفيسل هو الفيسل سواء كان سيستميك او البالمونري، والمؤثر هو المؤثر، كان مفروض لو الطبيعه اللي بتشتغل يحصل نفس التاثير، نفس الفيسل ونفس المؤثر، نقص اوكسجين سي او 2 المفروض يحصل يا كونستريكشن دايليتيشن، انما في مره يحصل كونستريكشن في البالمونري تبع للصالح، وفي السيستميك دايليتيشن تبع للصالح، واشرحها لك. في السيستميك في اي اكتيف اورجان يشتغل اكتر، يشتغل اكتر يبقى عاوز دم اكتر، فربنا خلى زياده سي او 2 الناتجه من الشغل واستهلاك الاكسجين، نقص الاكسجين يعملوا دايليتيشن، لان الصالح ان نقص الاكسجين وزياده سي او 2 بيحدثوا مع الاكتيفيتي الاكتيف اورجان، سواء هارت سواء برين سواء اي حاجه، عاوز دايليتيشن. ده في البالمونري مش كده، نقص الاكسجين وزيادة سي او 2 معناها ان الالفيولس دي ما بتتهواش، يبقى نجيب لها دم ليه؟ فربنا خلاها يحصل فازو كونستريكشن. انا بعتقد دي واحد من اهم اثباتات انه وراء الخلق خالق. كونفيوزنج لعدد من الزملاء الاصغر سنا وللطلبه اللي مش فاهمه انه وراء الخلق خالق، ان هنا ده كونستريكشن وهنا بديش، ساعات يعكسهم عمرك ما تعكسهم. وحاجة مذهلة، الفيسل هو الفيسل سواء سيستميك أو بالمونري، والمؤثر هو المؤثر، نقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون، كان مفروض نفس الفيسل ونفس المؤثر النتيجة تبقى واحدة لو الموضوع موضوع الطبيعة نيتشر، لكن وراء الخلق قوة عاقلة قادرة ومقدرة بتعمل صالحنا، إن في السيستميك نقص الأكسجين وانطلاق سي أو 2 يعني إن في أكتيفيتي يبقى عاوز دم فيعمل دايليتيشن، انها في البالمونري نقص الاكسجين زاد سي او 2 معناها ان مفيش تهويه، طب الفيولس ما بتتهواش هجيب لها دم ليه؟ فيحصل كونستريكشن. I hope I'm clear and I'm always clear انه وراء الخلق خالق، قوه عاقله قادره ومقدره، كل صفحه كل معلومه نرى فيها وجود الله في الفسيولوجي، سبحان الله. ناخد نقطه، خدنا اربع نقط، حب النظام قوي، غير ان احنا بنفهمك في نظام لانج فوليوم بلاد فوليوم، ادي اول اثنين، ديكريس بي سي او 2، ديكريس بي او 2 وزياده الفولار بي سي او 2، ثاني اثنين. اخر نقطتين بقى اللي هو الاوتونوميك انرفيشن، احنا عارفين ان سمباثيتك ستيميليشن انت متوقع، السمباثيتك ستيميليشن بيطلع نور ادرينالين اللي هو اكتر على الالفا ريسبتور، يبقى النتيجه هيعمل فازو كونستريكشن، يبقى هيزود البلمونري فاسكولار ريزيستنس وعليه يقل البلاد فلو، مفهوم. نيجي الفازو اكتيف سبستنسز، يعني حاجات في الدم بتعمل يا فازو كونستريكشن يا فازو دايليتورز، فهنقسم النقطه الاخيره دي الى فازو كونستريكتور وفازو دايليتورز. فالفازو كونستريكتورز ايه الحاجات اللي بتعمل كونستريكشن؟ خدناها مع الجنرال سيركوليشن، النور ايبينفرين لسه قايلينها مع السمباثيتك، الانجيوتنسين 2 اللي هو من اسمه حتى انجي يعني فيسل، وتنشن يعني بيعمل هايبرتنشن 2، ده اهم ماده بتزود الضغط. الاندوثيلينز خدناها برضو في السيركوليشن، السيروتونين والهستامين، كل دول بيعملوا فازو كونستريكشن، فهم فازو كونستريكتورز. نيجي الفازو دايليتورز عكس السيمباثيتك اللي هو الباراسيمباثيتك استايلكولين، اترال ناتريوتيك بيبتايد، براديكاينين، اند نيتريك اوكسايد، نيتريك اوكسايد. يبقى دول واحد من اهم الاسئله اللي هو الفاكتورز افكتنج بالمونري فاسكولار ريزيستنس، لانج فوليوم وبلاد فوليوم خدناهم مع بعض اهو عشان نراجع العناوين، نقص الالفار بي او 2 وزياده الالفار بي سي او 2 ادي عنوانين، وبعدين بناخد الحاجات
اللي هي كنا تبالي بناخد التو كنترول سيستم اللي هو النيرفس والاندوكراين، فعشان كده اخدتهم. هو مش بالظبط كده يعني، حاجات زي الهرمونز اهي ومعاهم نيرفس، نيرفس وهرمون الكائن عشان ازاي ايه اللي هتقولي ليه جمعت دول مع بعض، اوتونوميك انرفيشن وفازو اكتيف سبستنس. انتقل لل السؤال الثاني مهم جدا اللي هو comparison between pulmonary and systemic circulation. انا هعمل الكومباريزون ده في خمس نقاط، هقسمهم اثنين وثلاثة، احب النظام قوي. اثنين فيزيكس، هناخد البريشر والريزيستنس، خلاص البريشر متعلق بالريزيستنس. وبعدين التلاتة اللي فاضلين هناخد الفيسل، والفيسل ده جواه فيه بلاد، والبلاد ده جواه فيه بلاد جاسز، ادي العلاقة ما بينهم عشان تفتكروا. تدي بالبريشر، كلمة البريشر دي عايزين نقارن البريشر في البلمونري بالسيستميك سيركوليشن. طيب انا فكرت مع شقتي العشق للنظام، فيعني الرسومات هي حصاد السنين، فعملت الرسمه دي لان هنتكلم في ست نقط. طب مش هتنساهم ازاي؟ لانهم هناخدهم ان سيكونس، يعني في ترتيب في تتابع. اتريا نمره واحد يؤدي الى فنتكل نمره اثنين، يطلع منه الارتري نمره ثلاثه، الارتريولز نمره أربعة، الكابيلاريز نمرة خمسة، الفينز نمرة ستة، باك تو إتريا. هتنساهم إزاي؟ انتهى النظام. والرسمة ساعات الطالب بيقول لي إحنا في الامتحان بنبقى شايفين الرسمة، إن أنا أغمضت العين رأيتها خلف الجفون. أنا فاكر الرسمة إتريا فينتيكل أرتز أرتريولز كابيلاريز فينز، خلصت. وأنت عارف الإجابة قبل ما أبدأها، إن عموما البريشر في ليفت سايد اللي هو السيستميك سايد اعلى من البالمونري، فخد بالك في الرايت اتريوم البريشر زيرو الرايت اتريوم، بينما في الليفت اتريوم بريشر 8 مليمتر مركوري، يبقى الكلام كله بنقوله المليمتر مركوري. نيجي للفنتكلز نقارنهم البريشر، انه البريشر قلناها في الليفت فنتكل في محاضره الكورونري كان 120 في السيستول، وفي الداستول قلت زيرو، وإلا هتاخد زيرو. الفنتريكولار بريشر دورينج داستول زيرو بعدها المرة العشرين كل محاضرة، 120 زي الأورطة في السيستول، لكن في الداستول بيبقى زيرو. يقابله في الرايت فنتكل 25 مليمتر مركو في السيستول 25، يقابله زيرو في الداستول وإلا هتاخد زيرو. ولا تنسى ان قلنا ان الليفت فنتكل 3 تايمز از ثيك از ذا رايت فنتكل، البريشر فيه اعلى. نفس الكلام في الاورطة، لسه قايلين الاورطة حتى راسم لك ثلاث خطوط 3 تايم از ثيك از ذا بالمونري ارت. افتكرها، الواحد بيفتكر الرسم، الرسومات حصاد السنين، دي سؤال ام اس كيو. طب البريشر في الاورطة كام؟ قلناها دورينج ريست في الادلت 120/80، 120/80. المين المتوسط، المين يعني المتوسط 90 ملم مركوري، وقلنا المتوسط عبارة عن السيستوليك زائد 1/3 البالس بريشر اللي هو الفارق بين السيستوليك والدياستوليك، راجع المحاضرات. بينما البالمونري 25/10، طب والأفريج 15 مليمتر مركوري. طيب نيجي في الأرتريولز، لسه قايلينها طبعا البريشر في الأرتريولز بتاعت البالمونري أقل من السيستميك، وحتى قلنا إن كان فيها لس ماسل في الأرتريولز. نيجي للكابيلاريز، لسه قايلينها ان الكابيلاريز تبقى لارجر اهي مقارنه، الواحد ما بينساش الرسومات، ويز ميني اناستموزس. طب لما تبقى لارجر يبقى تتوقع البريشر فيها يبقى ايه؟ اقل 10 مليمتر مركوري. بينما في السيستميك كابيلاريز كان عند الارتيريال اند 35 وعند الفينس اند 15، يبقى الافريج 35 و15 50 على 2 تساوي 25، هنا البريشر اقل. انا هقف عند دي بقى لان انا مش جاي اقرا معاكم يا اولاد. ايه اهميه ان البريشر في البالمونري كابيلاري يبقى واطي جدا 10 مقارنه هنا 25؟ لو الكابيلاري بريشر زاد، الكابيلاري دي اكتشينج فيسلز، فلو زاد الكابيلاري بريشر في السيستميك المايه هتخرج، هيحصل إديمة، رجلك هتورم، ايدك هتورم، مش مشكله مش هتموت. لكن لو الكابيلاري البلمونري كابيلاري بريشر زاد والميه خرجت، هتخرج فين؟ هتخرج في الالفيولاي، هتعمل لي ليثال كونديشن، حاله مميته اسمها بلمونري اديما، اديما في الرئه. ذا بيشنت دراونز ان هيز اون بودي ووتر،
عشان كده ربنا خلى الكابيلاري واسعه واسعه وزمني استموزس عشان البريشر فيها بقى قليل. سيفتي فاكتور، عامل حمايه ضد حدوث الكارثه اللي هي البالمونري إديما اللي بتموت ودين اورز قلناها. يبقى طب عشان البريشر يبقى قليل كان لازم الكابيلاريز تبقى لارجر وزمني انستموزس. نيجي اخر حاجه في الفرق في الفينز، ما لا تنسى الفرق اللي خدناه واحنا اطفال ان ذا اونلي فينز اللي بتحمل اوكسجينيت بلاد لان حصل لها اوكسجينيشن في الرئه هو البالمونري فينز، بينما السيستميك فينز بتحمل ريديوسد بلاد. طيب نيجي بقى البرفيوزنج بريشر، دي نقطه سبعه بره الرسمه السداسيه اللي هي اتريا فينتريكل ارتريز ارتريولز كابيلاري فينز. البرفيوزنج بريشر اللي هو اللي بيمشي الدم في السيركوليشن. تعال نفكر مع بعض، الدم في السيركوليشن بيمشي من اعلى نقطه فيها بريشر لاقل نقطه، يبقى النقطه اللي فيها بريشر الاعلى النقطه اللي فيها البريشر الاقل. طب طالب يقول لي هو مين اعلى نقطه فيها بريشر ومين اقل نقطه فيها بريشر؟ قلتها في السيركوليشن واعيدها تاني مش عاوز احفظ. لازم في اي سيركوليشن اول نقطه يبقى هي الاعلى واخر نقطه تبقى هي الاقل، لان ده اللي بيفسر ليه الدم بينتقل من اول نقطه لاخر نقطه، لان اول نقطه عندها اعلى ضغط واخر نقطه عندها اقل ضغط. ما ينفعش ان اقل ضغط يبقى في النص. طب وهكمل ازاي؟ It's simple logic. الدم بيمشي في السيركوليشن من اول نقطه لاخر نقطه، يبقى لازم اول نقطه عندها اعلى ضغط واخر نقطه عندها اقل ضغط. طب اول نقطه في السيستميك سيركوليشن اللي هي مين؟ الاورطة، البريشر فيه 90، واخر نقطه في السيستميك سيركوليشن الفينس بلاد بتاع السيستميك سيركوليشن بيصب في الرايت اتريا اللي هو البريشر فيه 0. يبقى البرفيوزنج بريشر اعلى نقطه 90 في الاورطه، المين ارتيا بلاد بريشر 90، قلنا المين متوسط واقل نقطه في رايت اتريا 0، يبقى البرفيوزنج بريشر 90 من 0 يبقى 90. طبق نفس الكلام على البالمونري، اول نقطه في البالمونري سيركوليشن اللي هي البالمونري ارتري عندها اعلى ضغط، المين 15، واخر نقطه بعد ما الدم يبقى اكسجينيتد في الرئه بيروح للليفت اتريا اللي هو البريشر فيه 8. يبقى البرفيوزنج بريشر فرق بين اعلى ضغط اللي هو في البالمونري ارتري اللي هو 15 اول نقطه، واقل ضغط اللي هو في اخر نقطه اللي هو في الليفت اتريا اللي هو 8. 15 ناقص 8 تساوي 7. ده البرفيوزنج بريشر، سؤال مهم جدا في الام اس كيو اهو. البرفيوزنج بريشر هنا 90 ناقص 0 ب 90، الاورتك ناقص رايت اتريا بريشر، هنا بالمونري ناقص ليفت اتريا بريشر 7. دي النقطة اللي خدت الوقت الأطول، اللي كان فيها أول نقطة كان فيها 7 لوحديها البريشر، خدنا الست حاجات والبرفيوزنج بريشر. ننتقل للريزيستنس. أول سؤال ام اس كيو مهم جدا، أنا متوقع إن في السيستميك سيركوليشن كان مين هم الريزيستنس فيسلز؟ كانوا أرتريولز. معلومة مهمة جدا، هنكسر القاعدة دي في البالمونري سيركوليشن. ذا مين سايت أوف ريزيستنس في البالمونري سيركوليشن هو ال كابيلاريز. الكابيلاريز هي ريزيستنت فيسلز اهي. سؤال مش مهم جدا، نوت ارتريولز. طب غير ان احنا عرفنا انها في كابيلاريز، عاوزين نحسب الريزيستنس من معادله سهله جدا، تعالى افهمها لك. انا حتى حاططها لك اهي، معلش في عجاله عملتها. ان احنا قلنا المعادله اللي شرحنا بيها كل السيركوليشن، معلش دي عاملها في عجاله، ان الفلو في اي تيوب دايركتلي بروبورشنال تو بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس، قلنا. طب من هذه المعادله يبقى ريزيستنت تساوي ايه؟ هتنقل ريزيستنت مطرح الفلو وتنزل فلو مطرح ريزيستنت، يبقى ريزيستنس بريشر جريدينت اوفر فلو. كلام قلت معادله واحده بس تصلح لطالب في اولى اعدادي شرحنا بيها كل السيركوليشن. الفلو في اي تيوب دايركتلي بروبورشنال تو بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس، يبقى فلو بريشر جدا اوفر ريزيستنس. طب عاوز اغير المعادله دي، ابتدي بالريزيستنس، يبقى ريزيستنس بريشر جدا تعالى فلو. طب تعالى في البالمونري سيركوليشن، لسه قايلين البرفيوزنج بريشر هو الفرق بين الضغط في اول نقطه اللي هو اعلى ضغط اللي هو البالمونري ارتري بريشر هو 15 المين ناقص اخر نقطه اللي هو الليفت اتر بريشر هو 8. يبقى البرفيوزنج بريشر دلتا بي فرق الضغط 7 هنا. طب والفلو في السيركوليشن؟ الفلو هو الكاردك اوتبوت،
اللي هو ديورينج ريست في الأضل 5 لتر بير مينيت، يبقى 15 ناقص 8 ده البريشر جريدينت على الفلو. الفلو في اي سيركوليشن هو الكاردياك اوتبوت اللي هو 5 لتر، يبقى 15 ناقص 8 ب 7 على 5 اظن تساوي 1.4 اهو، يبقى 7 على 5 تساوي 1.4. طب واحد يقول لي طب التمييز ايه؟ التمييز مكتوب قصادك. البريشر ده بيتقاس بايه؟ بالمليمتر ميركوري. طب والفلو بيتقاس ايه؟ 5 ايه؟ 5 عفريت، 5 لترز بير مينيت. يبقى التمييز 1.4 مليمتر ميركوري اللي هي هنا البريشر لكل لتر لكل مينيت. فكر فكر، ان تفكر كثيرا تحفظ قليلا. طب تعالى طبق نفس الكلام على السيستميك سيركوليشن. الريزيستنت بريشر جريدينت اللي لسه قايلينه اللي هو البرفيوزنج بريشر كان كام؟ كان 90 اهو على الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت بتاع الليفت فينتكل اوعى تنسى ايكوالز اكزاكتلي الكاردياك اوتبوت بتاع الرايت فينتكل اللي هو 5 لتر. يبقى 90 على 5 تساوي 18. وبرده التمييز ال 90 دي ملي متر ميركوري وال 5 دي لتر بير مينيت، يبقى ملي متر ميركوري لكل لتر لكل مينيت. اظن واضح ان الريزيستنس في السيستميك سيركوليشن اعلى بكتير جدا من البالمونري، هنا 18 انما هنا 1.4. This why the left ventricle more thick اهي، والأورطة كان 3 times the thickness of the pulmonary، والأرتريولز فيها حتى muscles أكتر. طيب تقل بقى التلات نقط اللي بعد كده هم أسهل. ناخد الفيسلز، قلناها قبل كده في المقدمة في الأناتوميكال considerations. البالمونري أرتري قلنا 1/3 the thickness of the aorta أو 30% as thick as the aorta. قلنا هاي بنعيدها تاني اسمعها كذا مرة سؤال MSQ. الأرتريولز فيها less muscles لأنه قلنا مش هي اللي مسؤولة عن الريزيستنس. الكابيلرز قلنا بتبقى larger وفيها many anastomosis، واستفدنا من دي ايه؟ ان ده بيوطي الكابيلر بريشر، بيخلي الكابيلر بريشر 10 مليمتر ميركوري فقط، فده سيفتي فاكتور، عامل امان ضد حدوث البالمونري اديما اللي هي فيتال. طب نيجي البلاد، قلنا دي اللي خدناها واحنا اطفال في ابتدائي. مين الارتريز الوحيده اللي في جسمك ارتريز ارت الشرايين وفيها ريديوسد دي اوكسجينيتد بلاد؟ البالمونري فيسلز، بالمونري ارتريز. ومين الفينز الوحيده اللي بالعكس فينز وفيها اوكسجينيتد بلاد؟ بالمونري فينز. يبقى البالمونري ارتز والبالمونري فينز عكس السيستميك، الارتز فيها ريديوز رايح للرئه، رايح للرئه تو بي اوكسجينيتد، والفينز فيها اللي اوريدي حصل له اوكسجينيشن ففيها اوكسجينيتد بلاد. اظن دي بتاعت اطفال، يعني على الاقل لو جالك السؤال ده استجاب واحده من خمسه سهله قوي. نيجي الايفكت اوف بلاد جاسز، اظن دي اكتر حاجه بتثبت انها وراء الخلق خالق. ان نقص البريشر اوف اوكسجين في الالفيولاي وزياده البريشر اوف كاربون دايكسايد في الالفيولاي وعليهم في البلاد عكس السيستميك بيعمل فازو كونستريكشن، ما بيعملش فازو دايلتيشن زي السيستميك. وقلنا نفس الاستيمولس ونفس الاورجان فيسل، بس هنا بيحصل كونستريكشن ودايلتيشن. قلنا ليه في السيستميك؟ قلنا حصل دايلتيشن لان امتى بيحصل الكلام ده في السيستميك؟ لما الاورجان سيبا اكتف بيزيد السي او 2 بيقل الاوكسجين، يبقى اكتف يبقى عاوز امور اوكسجين، فربنا خلاه يحصل فازو دايلتيشن. انما امتى الالفيولس بيقل فيها الاوكسجين يزيد السي او 2؟ لو البرونكس مقفول، يبقى البرونكس مقفول ليه ودي لها بلاد؟ هيروح يعمل ايه؟ يبقى لازم يحصل كونستريكشن عشان اشيفت البلاد تو ذا ويل فنتليتد الفيولاي. ده القصه. يبقى ازاي هتقولها؟ خمس نقط بس، خد بالك كل ايتم في حاجات كتير، يعني اكبر ايتم اللي هو البريشر خدناها. طب ازاي هتفتكر السبع نقط؟ هتفتكر الترتيب الاناتوميك اللي كل حاجه عاملها لك بطريقه تحفظ، طريقه سهله تذكرك. اتريا فينتريكلز ارتريز ارتريولز كابيلاريز فينز، والنقطه السابعه اللي هي البرفيوزنج بريشر اللي هي الفرق بين اعلى ضغط واقل ضغط. وقلت الطالب ذكي، اعلى ضغط لازم يبقى فين؟ نعيدها تاني مع بعض في اول نقطه، واقل ضغط لازم يبقى في اخر نقطه في السيركيليشن، ان ده اللي بيفسر ليه الدم بينتقل من اول لاخر نقطه. فخدنا البريشر ريزيستنس دي اول نقطتين، وعرفنا ريزيستنس استنتجناها من نفس المعادله، الفلو يساوي بريشر جريدينت على ريزيستنس، يبقى ريزيستنس بريشر جريدينت على فلو. وبعدين خدنا بعد ما خدنا بريشر ريزيستنس وهما متعلقان ببعضهما البعض اهم، حتى عملهم لك باللون الاصفر، خدت ثلاث حاجات ثانيه بتاعت اطفال. الفيسلز اتكلمنا، الارتز ارتريولز كابيلاريز
البلاد اللي جواهم كلام الاطفال هنا فيه بيبقى ارتز بس فيها ريدوزد فينز فيها اكسجينيتد. وبعدين القصه بتاعت اثبات انه وراء الخالق تاثير نقص البريشر اوف اوكسجين وزياده البريشر اوف كاربون دايوكسيد. الفيسل هو الفيسل والمؤثر هو المؤثر والنتيجه هي لصالح الانسان في السيستميك دايليتيشن في البلموناري كونستريكشن. اليس في ذلك اثبات كافي انه وراء الخلق خالق قوه عاقله عاقله قادره ومقدره؟ سبحان الله. طيب عندنا فاضل نتكلم على نقطتين صغيرين ونقفل بكده. اللي هو الامراض بنحب ناخدها سبيشال. الناس اللي بتسمعنا هنا بيهتموا جدا بالكلينيكال، فانت عندك في الجامعه بتاعتك اعرفهم، مش عندك خلاص اعتبرها فقر معلومات عامه. بالمونري هايبرتنشن اند بالمونري ايديما. احنا نعرف حاجه اسمها سيستميك هايبرتنشن، هو الهايبرتنشن اللي بيصيب نص الناس الكبار في السن في عالمنا هذا، من اكثر الامراض شيوعا. مش البالمونري السيستميك هايبرتنشن. البالمونري هايبرتنشن ده نادر الحدوث، مش كتير، قليل جدا. اليوجوال انسب بيحدث في الناس ما بين سن 20 و 40 او 20 و... اسف 20 و 60 سنه مور ان فيميلز. طبعا هو ممكن يحصل في اني ايج، بس يعني اليوجوال انسب ما بين 20 تو 60 ييرز مور ان فيميلز. ايه السبب بتاعه؟ هايبوكسيا، وباخد معاها سليب ابنيا. الناس اللي نفسها بيقف في اثناء السليب لان ده بيؤدي الى هايبوكسيا، يعني ربما السليب ابنيا بيعمل هايبرتنشن بالمونري وسيستميك كمان على فكره بيحصل بسبب السليب ابنيا. طيب او انهاليشن اوف كوكايين، الناس اللي بتتعاطى كوكايين، او الناس اللي بتاخد ابيتايت سبريسنج دراجز، الحاجات اللي بتقلل الشهيه. بس انهي نوع من الابيتايت سبريسنج دراجز اللي بيعملوا بالمونري هايبرتنشن؟ هم بيقللوا السيروتونين. او المرضى اللي عندهم سيستميك لوبس ممكن يحصل عندهم بالمونري هايبرتنشن، وساعات تبقى فاميليال يعني العيله فيها هذا المرض، وهذا المرض نادر الحدوث. سيمتومز ديسنيا نهجان سينكوب، يعني الواحد يعني فجاه الدنيا تسود ويغمى عليه كده. تايرنس تعب، تشيست بين وجع في الصدر، اديما في الليجز وانكريز ذا هارت ريت. طب اف انتريتد، افرض ما عالجناهوش، لما يبقى في بالمونري هايبرتنشن احنا شفنا ازاي ربنا بينقص البريشر في والريزيستنس بتاعت البالمونري ريزيستنس البالمونري فاسكولار ريزيستنس. لو في هايبرتنشن يبقى الرايت فنتريكل هابز المجهود جامد، يبقى هيبقى في رايت فنتريكولار اوفرلود، يعني في حمل على الرايت فنت، فهيؤدي الى رايت فنتريكولار فيلير وديث ان 2 تو 3 ييرز. من روعة الخلق والخالق ان هو اكثر خطورة البالمونري هايبرتنشن بكثير من السيستميك هايبرتنشن، فخلاه ربنا اكثر ندرة. وده شو ذا ميرسي اوف جاد، احد خصائص الله ان هو رحيم، الحاجة الاخطر خلاها اكثر ندرة. تريتمنت طبعا الضغط عالي، هتدي فازو دايليتورز، بس هنا مش اي فازو دايليتورز، من احسن الفازو دايليتور اللي هو البروستاسايكلين والبروستاسايكلين انالوجز. انالوجز يعني حاجه مشابهه اللي هي تشتغل زي البروستاسايكل. كان زمان عندنا مشكله، كان لازم نديه بالانترافينس انفيوجن، يعني حتى شوف العلاج صعب كمان، انك انت بتدي الفازوليتور ده مش اقراص، كان زمان لازم ياخدوها في محلول وريدي حتى مش حقنه، يعني نقعد نقط كده تنقط في الوريد. الحمد لله دلوقتي طوروها وعملوا ايروزولايزد بريباريشن، حاجات بالاستنشاق. ايرو يعني هواء، ايروزولايزد بريباريشن، فيزولايز بريبريشن، الحمد لله. ده البالمونري هايبرتنشن. نيجي البالمونري ايديما، دي ليثل، خطيره جدا دي. امتى يحصل بالمونري ايديما؟ لو الدم مش عارف يتصرف من الرئه، الدم بتاع الرئه بعد ما بيحصل له اكسجينيشن بيروح للليفت فنتريكل مرورا بالميترال فالف. يبقى الطالب ذكي يتوقع امتى الدم هيحتجز في اللنجز فيحصل بالمونري كونجيشن، بعد حالة يعني احتقان، ثم بعد كده تتطور ما تسيب الكابيلرز تدخل جوه الالفيولاي تبقى بالمونري اديما. في الناس اللي عندهم ليفت سايدد هارت فيلير او اللي عندهم ميترال فالف ديزيز زي ستينوزس، يبقى ده اول سبب بالمونري اديما. فهمتوا ازاي بنفكر ما بنحفظ؟ الدم المفروض من الرئه يروح للليفت فنتكل مرورا بالميترال فالف، يبقى في ليفت فنتيكولار فيلير او ميترال فالف ستينوزس او ديزيز ممكن يحصل الكلام. او ممكن دامج في البالمونري كابيلر ممبرين، نفاذيه البالمونري كابيلر زادت بحيث المايه رشحت في الالفيولاي
وهذا يحدث في النمونيا الالتهاب الرئوي او الكلورين اور سلفر دايوكسيد جاس، الغازات السامه دي لو الواحد استنشقها، واشهرهم الكلورين والسلفر دايوكسيد جاس. طب ايه السيفتي فاكتورز اللي بتمنع حدوث بالمونر اديما؟ قلناها ان ربنا خلى البالمونري كابيلاريز لارجر وفيها انستموزس، وعليه وعليه بتبقى واسعه، البريشر يبقى فيها قليل، لو بالمونري كابيلاري بريشر. كلنا يعلم يا اولاد ان مين اهم قوه بتخرج الميه بره الكابيلاري؟ الكابيلاري بريشر. طب مين اهم قوه نتذكر بتدخل الميه جوه الكابيلاري، بترجع الميه جوه الكابيلاري؟ الكولويدال اوزموتيك بريشر، الانكوتيك اوزموتيك بريشر بتاعت بلازما بروتين اللي هي كام؟ 25. يبقى القوه اللي بتدخل الانكوتيك في الافريج يعني الانكوتيك او الكولويدال الاوزموتيك بريشر 25. يبقى عشان الميه تخرج لازم الكابيلاري بريشر يتخطى 25، يتخطى الكولويدال انكوتيك اوزموتيك انكوتيك بريشر. عشان كده ربنا خلى الانكوتيك بريشر 25 بينما الكابيلاري بريشر عندنا 10 بس. يبقى امتى الميه تخرج؟ لما الكابيلاري بريشر يزيد عن الانكوتيك، يزيد عن 25. يبقى ده سيفتي فاكتور ان اوريدي الكابيلاري بريشر في اللنج 10 اللي بيخرج، بينما اللي بيدخل انكوتيك كولويدال اوزموتيك بريشر 25. يبقى ده سيفتي فاكتور، لازم عشان يحصل بروما قديمه يزيد من 10 لما هو اكثر من اهي، لازم يزيد عن اتليست يبقى ايكوال واكثر من الكولويدال اوزموتيك بريشر. طب ايه بنشوف الروعه في الكرونيك كونديشنز؟ يعني افرض بقى الحاجه لو ما حصلتش صادن، يعني مش حصل لكش صادن هارت فيلر، لا ربنا بيديك سيفتي فالف تاني. احنا من الحاجات اللي بتشيل الميه عندنا الاكسترا، يعني الاكسترا فلويد تيشو فلويد اللي هو الليمف فيسلز. فلما بيبقى فيه كرونيك كونديشن صار الليمف فيسلز جريتلي اكسبان، فمقدراتها انها تشيل ميه بتزيد 10 فولدز. وعليه في الكرونيك كونديشن ممكن البالمونري كابيلر بريشر مش يزيد ل 25 بقى، يزيد لاكثر من 45 عشان يحصل بالمونري اديما. ايه الروعه دي؟ يبقى ربنا من الاول حضرتك وحضرتك والعبد الله عندنا البالمونري بريشر 10 اقل بكتير من كلنا اوزموتيك بريشر، ادي اول سيفتي فاكتور. حتى لو حصل لنا حاجه زودت البالمونري كابيلر بريشر بس حاله كرونيك، الليمف فيسلز بتشد حيل عشان تشيل الميه اولا باول، فبتزود مقدرتها 10 مرات. عشان كده لازم يزيد اكتر من ذلك، اكتر من 45 بقى، مش من 25 عشان يحصل بالمونر اديما. بس وانس حصل بالمونر اديما الانسان بيتوفاه الله within hours، واذا حصلت بصوره حاده جدا ممكن within 30 minutes نص ساعه، دي من اخطر الحالات في الطب within hours. وإذا حصل acute heart failure فممكن يزيد البريشر هنا جدا within 30 minutes، لو وصل بريشر ل 25-30 اللي هي فوق الكولويدال يبقى above السيفتي فاكتور الإنسان يتوفاه الله، آسف above السيفتي فاكتور. ده اللي هو الكلينيكال بتاع البلمونري سيركوليشن. الناس اللي عندهم هذا الكلام يقولوا، اللي ما عندهمش يسمعوه لأنه هو ده الطب. في النهاية بأشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم مجددا بإذن الله أسأل لجميعكم التوفيق. شكرا.